رحبت إدارة جامعة الجزيرة بطلابها بعد استئناف الدراسة في ظرف وصفته بالمعقد. وشدد بروفيسور محمد طه يوسف مدير الجامعة على أن الطلاب شركاء في إيجاد الحلول لكافة القضايا التي تواجه الجامعة والطلاب على حد سواء، مبينا أن مديري الجامعات الحكومية بالولاية وغرفة النقل سعوا جاهدين لتوفير الخبز ووسائل النقل، فضلا عن عقد اجتماعين مع ديوان الزكاة لدعم الوجبة الطلابية ودعم بطاقات التأمين الصحي ورفع قيمة الكفالة المالية الشهرية. وطرح بعض الطلاب عددا من المشكلات التي تواجههم على مستوى الخدمات والكافتريات والداخليات. بعد زال مغلقة وبعض الطلاب يعانوا كثير جدا لهذه المعاناة. بعض الطلاب الآن يجدوا للتسجيل بيسجل، لكن الصعوبة الكبيرة جدا يقول لك السكن لا زال مغلق. فما هو المشكلة هنا؟ طيب الطالب إذا كان هو سجل عايز ينزل الجامعة ولا تزال السكنات مغلقة، طيب فما هي الاستفادة من هذه التسجيل؟ طيب فتحت الجامعة بعد فترة طويلة، بعد معاناة كانت طويلة، الطالب جاء وسجل لكن لا تزال الداخليات مغلقة. طيب عايزين حل هذه المشكلة. طيب إذا كان أنا بسجل والداخلية مغلقة، طيب أنا بجي من ولايات بعيدة جدا، في البعض بيجي من دارفور، البعض بيجي من الشمالي، البعض بيجي من الشرق. اسمي حليمة مجذوب منور محمد نور، دفعة 42، بقرأ اقتصاد، بكالوريوس إدارة أعمال. نحن متحمسين جدا، نزلنا الجامعة بعد فترة طويلة، كنا قاعدين في البيت وكده يعني، ومبسوطين كلنا وناي، والحمد لله انه حننزل امتحانات بعد اسبوع طوالي، وان شاء الله يا رب العالمين لغاية تجينا امتحانات سهلة وكده ونعدي السمستر ده على خير يا رب. والله يعني احنا والله اكتر دفعة عانينا بالرغم من الكوارث اللي حصلت وكورونا وفيضانات وقفلوا لنا الجامعة كم مرة ومظاهرات وحاجات. بشير، كلية الاقتصاد والتنمية الريفية، دفعة 42، قسم المحاسبة. الليلة نزلنا أول يوم دراسة بعد الإجازة الطويلة دي زي ما أنتوا عارفين، ويعني بدينا قراية يعني بجدية، ونازلين امتحانات وكده ومراجعات وكلام بالشكل ده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبي الله المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد والله صراحة نحن سعيدين كل السعادة بأنه يعني الحمد لله بعد إجازة طويلة الحمد لله الجامعة فتحت وعادت روح الجامعة وعاد الطلاب إلى ديارهم داخل الجامعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل الذين انتقلوا إلى جوار ربهم إسر جائحة كورونا، ونتمنى الله سبحانه وتعالى أنه يعافي كل المرضى الذين أصابتهم هذه الجائحة، وكل المرضى إن شاء الله سبحانه وتعالى نتمنى لهم عاجل الشفاء إن شاء الله، ونتمنى كذلك عاجل نتمنى كذلك للموتى ربنا سبحانه وتعالى يرحمهم. صراحة نحن سعيدين كل السعادة بأنه جينا الجامعة إن شاء الله الحمد لله، وراضين كل الرضا والحمد لله سعادة في سعادة كاملة بأنه إلى ذلك تعهدت إدارة جامعة الجزيرة بحل جميع المشكلات التي تواجه طلابها بما يضمن استقرار الجامعة بعد تهيئة الأجواء المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم 27/9/2020 بدأت دراسة في مجمعات الجامعة المختلفة، ونحن واقفين على الكافتريات وبنشوف الخدمات اللي حاصل فيها شنو. فعلا استبينا السندويتشات، فلقينا السندويتش ب 30 جنيه، الفطيرة ب 50 جنيه. طلاب يقول لسه شوية غالية، ونحن سعيين في تقديم إن شاء الله خدمة أفضل، ونسعى لاستقرار الفصل الأكاديمي والطلاب إن شاء الله أمورهم تمشي بشكل أفضل.